بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، شوطنا الاخير ايها الاخوه، ينطلق شوط خصص للجعدان، المهجنات، الاصايل بهذه الشعارات الجميله، هذه الشعارات المميزه ما شاء الله التي حضرت في شتى ميادين دوله الامارات العربيه المتحده والخليج، حاضره متابعه هنا على ارضيه هذا الميدان. ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين في انطلاقة هذا اليوم الجميل المميز، هذا اليوم اللي دائما يعرف طريق الانجازات ما شاء الله. الوضع مع التوقيت 6 دقائق وفاء وتماما، ولم يذق طعم الهزيمة ابدا، ما يعرف الا الرقم 1. تهانينا والناموس لاحمد المعتوق من ثنية العامري، صباح الخير يا هالي العين على هذا الحضور الجميل، هذا الحضور المميز، هذا الحضور اللي مش مستقرب ما شاء الله من هذا الشعار. شاهين في المركز الاول، عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، بينما اللي في المركز الثاني عشاق عبد الله بن محمد عبد الله بن يميع السبوسي، وفي المركز الثالث صار في هذه اللحظات هنا قادر على ثاني المراكز، ثالث المراكز راشد بن حمد الضعيف بن غدي الشبي، بينما اللي في المركز الرابع والخامس ارى هناك بارك سيف بن علي بن فارس بن علي الخاطري، وخامس المراكز، بينما اللي في المركز السات، اللي في المركز السات ارى اسم جميل، اسم مميز ما شاء الله، اسم حاضر مع هذه الانطلاقات الجميله، هذه الانطلاقات مربوش لعلي بن مهير بن بليشه ال الشبي، وفي المركز تابع وصول في هذه اللحظات شاهين مبارك من سعيد بن سالم بورواس الاجتبي، وتاسع المراكز ايضا وصل في هذه اللحظات غياث حمد بن محمد بن حمد الاجتبي، وفي المركز العاشر لافي 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 والله من الزيد عبد الله بن سعيد بن غرير الاجتبي. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا، هكذا ايها الاخوه كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا الجميله، لانطلاقاتنا المميزه هنا مع هذا الحضور المميز، مع هذا الحضور الجميل. ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق، نتمنى كل التوفيق لهذا الحضور الممتع مع هذه الرياضة العربية الأصيلة. عودة من الى المركز الاول، عودة الى مقدمة الشوط، مربوش 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 لعلي بن محير بن بليشة الاجتبي، بينما هناك الكادر ما شاء الله راشد بن حمد بن الضعي بن اغدير الاجتبي، وشاهين سالم بن حمد بن قذوه العامري ايضا حاضر مع ثالث المراكز، وفي المركز الرابع لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي شاهين، وخامس المراكز برق ايها الاخوه لسيف بن علي بن فارس بن علي الخاطري، وفي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات غياث حمد بن محمد بن حمد الاجتبي. التواصل مستمر والانطلاقات مستمره، والشعارات ايها الاخوه حاضره مع هذا الانطلاق الجميل، حاضرة مع هذا الانطلاق المميز. الله يا ابن بليشة، الله يا ابن الضعيف، يا سلام على هالثنائي المرح الجميل، هذا الثنائي المرح المميز ما شاء الله، ثنائي الاهباب الجميل ما شاء الله مع مربوش في المركز الاول، ولكن الكادر الكادر ايوه غير هناك من الجانب الاخر لراشد بن حمد بن الضعيف بن غدي الشبي، بينما اللي في المركز الثاني مربوش علي بن مهير بن بليشة الشبي، وفي ثالث المراكز غياث حمد بن محمد بن حمد الاجتبي. هكذا كانت نتيجتنا لمراكز اذعناها عليكم، بن قذوه بن قذوه لسان بن حمد بن قذوه العامري اللي يقدم شاهين على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الشاعر سعيد بن محمد بن سعيد المري اللي لافي بشاهين، اللي لافي بشاهين. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا، اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره التي تفصلني تفصل الكادر عن المركز الاول يا كادر. الله يا راشد يا بن حمد يا بن ضعيب يا بن غدي الاجتبي، ارى في المركز الثاني وصول غياث حمد بن محمد بن حمد الاجتبي، وفي المركز الثالث مربوش علي بن مهير بن بليشه ايضا حاضر، وهناك ايضا وصول شاهين سعيد بن محمد بن سعيد المري. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا مراكزنا ذعناها عليكم كاملة مكملة. كادر كادر
كادر كادر اللي لا على المركز الأول اللي مسيطر على مقدمة الشوط. غياث يا غياث حمد بن محمد بن حمد رشتبي يلا اللي بالشوط اللي بالشوط مربوش علي بن مهير بن بريشة أيضا رشتبي حاضر. ثلاثية جميلة ممتعة مع هذه الشعارات مع الأربعمية متر الأخيرة اللي بالناموس اللي بالناموس أشويت الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 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 يا غياث غياث غياث. فعلا أيها الإخوة محلك وفي مكانك في موقعك حمد بن محمد بن حمد رشتبي تهانينا والناموس لمالك غياث على هذا الحضور الجميل. وصباح الخير صباح الإنجاز صباح النوم يستاني الناموس المركز الثاني كادر لراشد بن حمد الضعيف بن حذيل رشتبي المركز الثالث. أيها الإخوة علي بن مهير بن بليش المركز الرابع هناك اللي في المركز الرابع لسعيد محمد المري وفي المركز الخامس شعر عبد الله بن حميد بن سيف بن حمدان. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة لمراكز نزعناها عليكم الاهتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا مع التحيات مع هذا الميدان نواف بن فاضل وإلى اللقاء إن شاء الله في يوم الغد مع انطلاقات سن الإذاع وسن الإمتاع. تهانينا للجميع.